اليوم تنحتفلوا بفاتح ماي، اليوم العالمي للطبقة العاملة، اللي هو مناسبة للطبقة العاملة والحركة النقابية باش انها تتعبر على المطالب ديالها وتدير تقييم العمل النقابي والوضع الاجتماعي بصفة عامة خلال هذه السنة هذه. وهذا فاتح ماي لهذه السنة تيجي في واحد السياق اللي هو دقيق جدا، سياق اللي تيجي من بعد الجائحة ديال كورونا، تيجي من بعد انتخاب حكومة جديدة على مستوى المغرب، وأيضا يأتي ليلة توقيع اتفاق بين الحكومة وبين المركزيات النقابية، حوار اجتماعي في الحقيقة اللي ما كانش يرقى الانتظارات ديال الشغيل الطبقة العاملة ومن ضمنها القطاع العام وخصوصا النساء ورجال التعليم اللي ما لقاوش فيه الحد الأدنى ديال المطالب ديالهم وديال الاحتياجات ديالهم، وخصوصا فيما يتعلق بنساء ورجال التعليم اللي عندهم مطالب محمولة منذ عقود، ولكن ان مازال ما كاينش إرادة سياسية فعلية للنهوض بالمدرسة العمومية والعاملين بالقطاع العمومي. وهذا تعكسوا الحوار الاجتماعي اللي تم بالأمس توقيع ديالو بين المركزية النقابية وبين الحكومة، اللي تنعتبره كجامعة وطنية للتعليم بأنه هزيل وهزيل جدا ولا يستوفي الحد الأدنى للشروط الضرورية ديال الحفاظ على الكرامة ديال الموظف، وأيضا للحفاظ على الكرامة ديال العيش الكريم ديال الطبقة العاملة اللي عرفت واحد الهجوم شرس في هذه المرحلة الأخيرة، وعرفت واحد تسريح ديال مجموعة ديال العمال، كاين ارتفاع ديال الأسعار، كاين مجموعة ديال الأمور اللي مساتهم في الحياة اليومية ديالهم، ولكن بالمقابل ما تلقاوش لا الرفع لا الزيادة في الأجور، واللي تلقاو واحد المسائل اللي هي بسيطة وبسيطة جدا ما كانش كاع محتاجة لهذ الزوبعة ولا الدعاية الإعلامية ديال الحوار ما سمي بحوار اجتماعي.